القانون والنمط القانوني. خلاص كده؟ الديار بأمور معلوش درجات. سيادتك الدرجة كاملة على ما تكتبه في كراسة الإجابة. مفيش حاجة اسمها مشهور، مفيش حاجة اسمها مهم، مفيش حاجة اسمها معلوم. خلاص كده؟ السؤال بيأتي امتحان بصورة سؤال بسيط يعتمد على الفهم. أرجوك تكتب اللي أنت فاهمه. اقرأ السؤال مرتين ثلاثة عشان تكتبه. الامتحان السابق اللي هو في الفصل الدراسي الأول كان قلنا سطر معين عبارة معينة قلنا اقرأها واكتب مقال حول مضمونة. أنا عملت الامتحانات في الفصل الدراسي الأول كلها بنمط واحد. مادة حقوق الإنسان، مادة علم الاجتماع، مادة فلسفة الكمبيوتر. تخيل وجدت ان العيوب واحدة والمزايا برضه واحدة، حاجة غريبة جدا. وجدت ميالي مثلا في مادة فلسفة الكون احنا بندرسها اليوم. جبنا عبارة معينة قلنا اكتب حول مضمونة اكتب مقال، حاجة طبيعية هتكتب مقال عايزين خط البحث. بنفسك عنوان. العبارة اللي أمامك دي تتضمن عناوين متعددة، اختار أي فكرة تكون كل عليها عنوان. صح ولا غلط؟ مثلا دي من ضمن الحاجات السلبيه اللي كانت ظاهره في الطبع. احنا بندرس في الماده دي بظفر القواعد اللي انا قلت عليها دي الامتحان بقى صعب. انا بجيب امتحان بحيث هل تكون فاهم المعلومات مش الصفحات، انا مش هقرا الصفحات. هتلاقي تقول لي الكتاب كبير، انا مش هقرا الكتاب. احنا لينا علاقه بالمعلومات، هل الطالب ده فاهم المعلومات يقدر يكتبها؟ يقدر لو خد اللغة العام واللغة الخاص او اي احد من اللغة ينفع يعمل رساله، ينفع يستنبط المعلومات من المراجع المتعدده ويوظفها ويكتبها. ما هي دلوقتي في السنه الخامسه في حقوق سنه سته. صح ولا غلط؟ عشان كده انا بصحح دماغي بالطريقه دي والطلبه اللي درسوا معايا عارفين المصحح. اكيد هياخدوا في درجاتهم اخذت على هذا الاساس. وانا بقول صراحه ليه بقى؟ لأن الدبلومة والدبلومة تاني هدف منها إن الطالب يكتسب مهارات كيفية استنباط المعلومات وكيفية توظيفها مش حفظها. عشان كده بقول مفيش حاجة مطلوبة ليه؟ لأن أنا ما بشرحش صفحات، أنا بشرح معلومات. لو أنا بشرح الصفحات يبقى خلاص شرحنا كده وأنا مش كمان محاضرتين يبقى كفاية علينا كده وباقي مشروط. كلام ده في الأصل، ما تسوي لا. أنت بعد كده مفيش حاجة اسمها مراجع مشروط. صح ولا غلط؟ دي نقطة تخلي بالنا منها. هتجد مادة، المادة بتاعتنا دي عبارة عن إيه؟ إحنا عندنا العلوم القانونية نوعين. في العلوم القانونية الأساسية والعلوم القانونية المساعدة. العلوم القانونية المساعدة أو العلوم القانونية البينية من علم فلسفة القانون. إيه المقصود بالعلم ده؟ هو علم مركب من مصطلح فلسفة ومصطلح قانون. مصطلح حتى مركب. احنا هندرس الموضوعات الآتية. هندرس المقصود بفلسفة القانون. ومن حق. والاتجاهات المختلفة تذكرت في هذا الصدد. القسم الأول. القسم الثاني هندرس المنطق القانوني. ودي موضوع مهم جدا جدا. هل المنطق له علاقه بالقانون؟ طبعا ليه علاقه كبيره جدا. دليل عملي هقول لك على حدث. شوف حالات طعن المنطق، فساد الاستدلال، مش بيقولوا كلام ده؟ خطا في تطبيق القانون، صح كلام ده؟ في ابهام، في تهارب في الاسباب مع بعضها. كلام مش ممكن ان احنا نراقب ايه؟ كيفية تطبيق القانون للقانون على الواقع. اللغة القانونية اللي الناس حققت في الأيلاند كمان، هل في لغة اسمها اللغة القانونية؟ اه طبعا في لغة اسمها اللغة القانونية. في كل علم من العلوم له لغة خاصة به. الطب له لغة طبية. الهندسة لها لغة هندسية. الزراعة لها لغة زراعية. الفنون له لغة قانونية. اللغة المستخدمة في المجال القانوني. طب اللغة دي لغة
القضائيه اللي تتبع الاحكام القضائيه وعن اللغه الفقهيه لغه الفقهاء. هتقولي في سمات عامه للغه القانونيه؟ طبعا في سمات عامه للغه القانونيه. وهل في سمات خاصه لكل لغه؟ طبعا في سمات خاصه لكل لغه. هنقولك على مثال يوضح بس في البداية الفرق بين اللغة التشريعية واللغة القضائية واللغة الفقهية. لو جبنا نص بخصوص قانون العقوبات، دي لغة تشريعية، يقول لك يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز كذا وبغرامة لا تتجاوز كذا كل من ارتكب كذا كذا. دي المشرع قال كده. طب القاضي ما بيستخدم النص ده، حكم للمحكمة بالسجن المدة كذا والغرامة كذا. شوف الصياغه هنا عطته ايه؟ حد اعلى وحد اقل، بس لما يحكم هيستخدم نفس اللغه بس لغه مختلفه. حكمت المحكمه بالسجن كذا والغرامه كذا. طب الفقيه لما يجي يشرح النص يبدا يقول لك بقى هنا العقوبه دي خفيفه ولا ضعيفه، والنص السابق كان ايه؟ وكان اولى بالمشرع ان يعمل كذا ويعمل كذا، يبدا يشرح النص، صح ولا غلط؟ المشرع ما يقدرش يدي امثله، القاضي ما يقدرش يدي امثله، بس الفقيه يقدر يدي امثله في نفس النص. اللغه القانونيه ما فيهاش المحسنات البديعيه اللي احنا عارفينها، الكنايه والتوريع والحاجات دي كلها، بس اللغه العاديه فيها المحسنات البديعيه والكلام ده كله. ممكن في لغه الفقه في المرافعات تستخدم المحسنات البديعيه والكنايه والتنبيه، بس المشرع ما يقدرش، القاضي ما يقدرش يعملها. مرافع النيابه ممكن يقول له هو عايزه، بس الحكم القضائي هيضبط بألفاظ محدده. دي جزء مهم جدا اسمه علم اللغه. علم اللغه القانونيه. طبعا الحاجات دي احنا ما اعتمدناش بها الاخير، بمعنى لان احنا خدناها من كتاب القانون. بمعنى صح. درسناها بره في الجيم المدرسه. هتقولي طب دي اصول القواعد؟ طبعا دي اصول القواعد. في الوقت المعاصر هتلاقي يقول لك في عيوب في الصياغه التشريعيه. العيوب جايه من ايه؟ ما انت علمني اللغه القانونيه صح، اقدر اعمل نصوص تشريعيه صح، اقدر اعمل نصوص قضائيه، احكام قضائيه صحيحه يعني في الصياغه، اقدر ايضا كمان في الشرح يبقى. دي احنا ندخل في مجال دراستنا، واقول لك هذه الامور كلها بالمعنى الصحيح. المصطلحات نفسها، المصطلحات القانونيه على ثلاث صور. في مصطلحات اساسيه، في مصطلحات مشتقه، منتهى مش واحد اسمه منتهى ده وصف، في مصطلحات مركبه، محكمه النار ومحكمه الاستئناف. احنا في مجال دراستنا تحليل هذه المصطلحات وكيفيه استخدامها. ايضا كمان مساله تطبيق القانون من خلال وسائل المنطق، القياس المنطقي الموضوعي والقياس المنطقي الشكلي، الكلام ده كله ده. عايزين نعرف اتجاهات فلسفه القانون في مسائل معينه، اهداف القانون ايه؟ احنا عارفين فكره القانون عباره عن ايه؟ مجموعه قواعد وتنظم سلوك الافراد في المجتمع صادره من دوله مطلوبه بجزاء. لو علينا تعريف بيه مره ثانيه، مجموعه قواعد اجتماعيه صادره من دوله مصحوبه بجزاء وتنظم سلوك افراد المجتمع. اقف عند كلمه النظام دي. قانون وسائل تحقيق النظام في المجتمع لضبط سلوك الافراد في المجتمع. ليس هو الوسيله الوحيده لضبط سلوك الافراد في المجتمع، ان وسائل اخرى تضبط سلوك الافراد، الاعراف والتقاليد والقواعد الدينيه وهكذا. ولكن القانون مثل المقاعده لها جزاء محدده. طب النظام يتحقق ازاي؟ من خلال تحقيق العداله. كما مقصود في العداله؟ القانون العداله ايه مقصود بيها؟ عايزين نعرف. القانون يحقق الاستقرار القانوني. ايه معناته الاستقرار القانوني؟ العداله معناته ايه؟ القانون بيحقق الصالح العام. ايه المقصود بالصالح العام؟ احنا عايزين نعرف اهداف النظام القانوني. دي كانت من اوضح سؤال السنه الفصل الدراسي الاول. اهداف النظام القانوني العباره كلها كانت بتتضمن الحديث عن اهداف النظام القانوني. يبقى القانون بيحقق العداله، هنبدا نعرف العداله. اعتق كل شخص ما يستحق، ومعامله الحياه المتماسكه معامله متماسكه.
ومن أمثال عندنا أيضا كمان استقرار القانون والسبب واستقرار في المآب القانونية. هكذا هكذا أمثلة فيها على استقرار القانون طبعا السن الرشد لو شفت القانون الملكي يقول لك ايه سن الرشد 21 سنة ميلادية كمان استخدم السعر الرقمي 21 سنة وقال لك ميلادين عشان ما حدش يحسب بالهجرة وكامل لو في تصرف قانون معين لو احنا سيبناه وقال لك 21 سنة كاملة أنا عايز أطلب التصرف عشان ما أحسبها إيه أحسبها بإيه سيادتك عايز تبقى تصرف لمصلحتك أحسبها بالميلاد أو العكس فقلنا لك لا عشان أعمل من استقرار 21 سنة ميلادية كاملة أيضا كمان مواعيد الطاعة المواعيد الإجرائية بتاع الطاعة 40 يوم 60 يوم مش عارف كل المواعيد اللي أنت عندك في الكون مواعيد زمان عشان يعمل استقرار أنا أعطيتك مدة معينة للطعن في الحكم أنت ما طعمت خلاص الحكم أصبح نهائي عشان ما اللي صدر الحكم في صالحه ما يزولش مهدد صح ولا غلط دي أمثلة لتوضيح إيه إن القانون بيتحقق أهدافه النظام من خلال وسائل معينة لو صف الدراسة حول هذا الأمر نظرية الوضع الظاهر والوكيل الظاهر والوارث الظاهر عشان يساعدكم استقرار التقاضي كان عندي نوعين بالتقاضي تقاضي من الموسم تقاضي من المسقط الموسم بالحق العين والمسقط بالحق الشخص مرور مدة معينة تكتسب الحق وقاب الشروط اللي عارفينها التقاضي طب أنا بكتسب الحق ازاي؟ وأنا دفعت المقابل ما دفعتش ولكن هنا عشان نحقق الثبات والاستقرار في مراكز القانونيه وذلك حتى من يقال ان اللي يقوم على قضيه الوفاه احنا خلاص وكلنا عليه عملنا كده انا هنعرف الامثله دي بقى بالتعليم بمعنى ده كمان هنعرف من ضمن دراستنا فلسفه القانون حاجه اسمها الصياغه التشريعيه الصياغه بقى ذات نفسها ايه الشروط اللي واجب توقعها في الصياغه التشريعيه هنعرف كمان نقطة أساسية جدا اللي هي مسألة الحالة التشريعية والاقتصاد التشريعي. أنت لو شفت كده قوانين إجراءات التقابل مسألة حوالي شخصية وقوانين أخرى أما يجي عند الموطن يقول لك يقصد بالموطن المقصود في القانون المدني عشان مش كل شوية نعرف الموطن يقول لك المواعيد تحسب التقويم الميلادي إجراءات رفع الدعوة والحاجات دي كلها كلها من قانون الأظهار عشان نحسب تكامل وتناسق تشريعي في المجتمع. في نفس الوقت النصوص القانونية ما تبقاش متراكمة كل ما يجي إجراء تيجي جايبين قواعد الإجراءات كلها في مراعاة وقاعدة القانون الثاني. يبقى في تكرارية. دي مسائل موجودة في القسم الثاني اللي هو المنطق القانوني. الجزء الأول بقى هينصب الحديث حول اللي هو فكرة الجوزة نفسها. ايه اهداف النظام القانوني؟ ايه المقصود بالخير العام او الصالح العام؟ ايه المقصود بيه؟ ودي تكررت في الامتحانات كثيرا جدا. اكتب مقاله عن الخير العام او الصالح العام هتجد الكتاب ما تقراه كله بسيط وسهل جدا. ايه المقصود بيه؟ احنا عايزين طالب ركز على الجمله دي اكتب انا عارف في طلبه مسجل اكتب من قوسين كده ارجوك اكتب اللي انت فاهمه مش اللي انت حافظه. انا بقول رجاء اول رجاء بتاعي مسجل اللي انت فاهمه مش اللي انت حافظه. في طلبه بتكتب حاجات حافظها وتضيع يبقى يفضل انا بصاحبي نفسي. بس تقولي انا كنت اعترف ان انا بصاحبي نفسي. يعني حتى لما بيجي طالب اللي هي بينه وبينه علاقه طلبه عديده سجل في المده بتاعتك اقول لك كنت اي ماده او اقول لك سيب الجامعه خالص. لكن لو دخل هتضل ما صححش. ما يبقى في مانع قانون. دي حقيقه عشان كده بس اقول صراحه انا ما صححت نفسي ليه؟ لان طبيعه السؤال يفترض ان اللي صح الوضع الامتحان مش يكون شرط. فتلاقي الطالب يا امينه وكراسي الاجابه انا ما يهمنيش لو صح. دي ما تهمنيش خالص. بس هل بجد فاهم؟ دي النقطه الاساسيه. لا كاتب شويه كويسين وبعد شويه متابع معاه بدا بقى في الحفظ وكاتب قاضي. واحيانا بينقل باللي حواليه. بلخبط الدين. انا مش عايز كده والله بكتب امامه بلخبط وهو بصراحه انا عايز اكتب اللي انت فاهمه.
والتقديم ازاي عشان احنا يومنا مستوعب ينفع باحث ولا لا، وازاي انا اصحح ازاي اشوف الورقه واقراها او المره الورقه اللي بتنجح يبقى تنجح يبقى عدد المرحله الاولى. المرحله الثانيه في القرايه بقى تبقوا خلاص نجح يديله درجه ايه؟ يديله سي بلس ولا ايه ماينس ولا ايه ولا دي ولا احلى نبدا نقراها مره ثانيه. في طالب يشوف ورقته كده بعد المراجعه بعد القرايه الاولى لا تاني سيبك منه ده يصل بعد كده يرفع. بس طبعا هو ميال موضوعي مش ميال شخصي يعني. بس الخط يعني مالهاش علاقه بالخط والخط. الخط دي سيادتك قاعد بتكتب 20 سنه وبيلعب بيها. مالهاش علاقه بالخط. المعالج هقول لك مثال بسيط تقسيم الدرجات عشان تجاوب من الاخر. خمس درجات على خطه البحث وبقولها 20,000 مره. واعتقد انا قدامي مجموعه من الطلبه والطالبات درسوا معايا قبل كده. مش انا قلت السنه الماضيه واللي قبل الماضيه كلام كده وتعرف شكلك هتعمل ايه؟ ابدا اعتبرات الاجابه لو واحد ناسي خطه البحث. مش هيبقى. اهم حاجه خمس درجات نحكم فيها على المثل نعمل ايه يعني؟ وخطه البحث يعني افهم المعلومات اللي عندك تعرف توظفها منهجيا ام لا؟ ما هو المحافظ ما يعرفش يوظف منهجيا. اللي بقى من كده. ما انا ليه بحط عليها خمس درجات؟ بسبب كده هو عنده معلومات ودي عباره عرف من خلال قراءه العباره دي عرف ان في مجموعه افكار رئيسيه. لو عرف يوظفها في اطار خطه ده كويس. لو عدى مرحله حلوه جدا. المرحلة الثانية يبدأ يشرح الخطة بقى. يبقى دخلنا مرحلة أكثر وأكثر. طب هو بيشرح الخطة بدأ يعني يتضح منه إنه فاهم كويس. خلاص خلاص حلت زي السؤال بقى. أحيانا بيجيب سؤال أكتب مقالة من أحد الموضوعات اللي درستها. يبقى إذا أنا عملت لك حد واحد فقط. الموضوع كنت درسته، يعني موضوع في الكتاب. موضوع في المحاضرات بس متعلق بالماده مش موضوع من دماغك كده ما ينفعش. انا هنا بقى ما يهمنيش الموضوع للطلب لان انا فتحت لك المجال بس انت طالما انا عرفتك في القضيه اختار موضوع اشوفك بقى اخترته ازاي. ما يهمنيش الموضوع للطلب في مين عرفته ازاي. انا قلت لك اتكلم في موضوع كنت درسته وبعد كده مش عارف تتكلم صح ولا غلط؟ لو انت مكاني انت اعطيتك الحريه دي تختار الموضوع وتكتبه. لو انت اخترت الموضوع مش عارف تعمل فيه خطه بحث ولو عملت خطه بحث مش عارف تشرحه انجح ازاي؟ واصعب الاسئله السؤال ده من الموازنه لان بيخلي الطالب يعمل ايه؟ يفضل يفكر هيختار ايه؟ ما انا حاطط موضوعات كتيره جدا. ففي طالب بقى يجاوب بطريقه ذكيه جدا وسهله كل كده معناتها انا اللي هختار. انا هاخد ساعه افكر في الموضوعات اللي في دماغي كلها واشوف افضل وعامل دراسه الاجابه في الاخر فضل افكر في الموضوع اللي انا هكتبه 100% واجي مختار واجي كذا. في طالب ده اول ما يشوف الامتحان يجي بالي بعد شويه شريط يحصل له ايه يقف يجي شهر يجي بالي في موضوع بيه يضطر البحث الشغال قدام من ايه؟ في الساعة يجي شاطر عنده مشكلة الوقت عمال يجري عمال يشطب الامتحان وقته يهتز نفسيا بقى يفضل بالطريقة. طبعا ما يهمنيش ان ده شطب مش مشكلة عندي كل شطب والتاني مش شطب بس بعد كده اصبح قدامه حوالي نص ساعة في كتابة الامتحان كله. علمه لو تماهى قليلا هيجاوب عليها من اسهل ما يكون. في حد حضر امتحان فوق لسان ترم اول؟ الامتحان دي كان عباره عن فقره معينه. قلت اقراها بعنايه. صح؟ طب حد من الموجود فكر يكتب عنوان عنوان المقال؟ صحيح. ما انا سيادتك انا حاجه ممكن سيادتك تقدر تمسك كتاب كده ونقطع الغلاف بتاعه يطلع على الغلاف بتاعه ويبدا بالمقدمه بس في طلبه جت بتاعه. في طلبه لازم كل الناس تقدر
في طلبه عملت ايه بعد ما قرات العباره؟ قالت ان هذه العباره سوف نكتب المقال الاتي بالعنوان الذي بين قوسين كذا. العناوين دي ما كانت موجوده في المقال، موجوده في فكرتها، فالواحد قال ايه المقال حتى يجي للطلبه فهمنا دي كلام صح كلام متعدد. نعم يا فندم. وليس دي جبت كام اقول لك انت عملت ايه؟ ايه ماينس؟ ايه ماينس؟ انا وصلت للنهايه. انا جبت بي كويس ايه بس يا نعم؟ ايه بس؟ ايه؟ ايه؟ انت جبت الدرجه النهائيه؟ ده انت خطير خالص. اجابتك دي يعني شوف ايه ماينس؟ لا مش معناتها العنوان ده هو اللي ناقصك خمس درجات، لا مش معناتها كده. الصوره دي وقال لك كمان لما كان العنوان مش معناته هو يعني ولكن وصل لمرحله ان انا اقول دي بقى ده طالب احنا خلاص هنخرج يعني معناته ايه؟ في امل كبير جدا دليل عملي. احنا لما سته بنسافر الخارج يقول لك احنا عايزين نحصل مثلا بالايلتس على 6.5 7.5 في اللغه، هل معناتها انك انت نجحت في امتحان اللغه والايلتس بالدرجه دي انك انت تجيد اللغه الاجنبيه زي بلاد اللي انت رايح لها؟ لا، بس يقول لك ده مؤهل ان يتعلم اكتر بعض، بس مجرد ما يروح يتعلم خلاص. نفس الفكره، نفس الفكره بالظبط، بس اللي جاب ايه وايه ما انا قصدي مش صح الموضوع. انا صح بداية. بس انت عملت ايه بقى في الاجابه بتاعتك؟ جاب ايه؟ انا؟ تناول شرح زي فترة على زي مكافحة ما ليه وصف بس تناولت ازاي يعني عشان برضه نستفاد اصلا انا صاحبي ازاي انا اللي جاب الدرجه دي مش حد كتبت خطة البحث وبدأت أشرح بنفس الأسلوب اللي أنا فاهمه. نفس الأسلوب اللي أنت فاهمه. أه صح. فعلا يعني نفس الأسلوب. سيادتك برضه بس أكيد يعني أصل إيه ماينس وإيه دي فرقها بسيط قوي. فرقها بسيط جدا جدا. يعني مش أنا بقول نفس اللي فات بس. المقارنة نعم. المقارنة لا مش مقارنة. بس أنا كان في مصطلح الفساد انت اتكلمت عن الفساد الفقره دي الباراجراف اللي احنا بنجيبه ما بيبقوش فيها احنا جايبين عارفين الباراجراف ده واحنا بنجيبه بيبقى انت لو قرات حتى تاني كده اقرا بعنايه ذات نفس العلامات الفصل والفقرات اللي فيه يبقى تتضمن كل الطلب يقراها بس مرتين هتعرف خطه البحث عباره عن ايه. كان في جزئيه في السؤال في علاقه بسيطه بين الفشل من دار مباشر وتهريب المهاجرين. الطلبه كتبوا ايه؟ العلاقه بين تهريب المهاجرين وانقاذ البشر. بس كده لحد دلوقتي انظر ما انا ما فيش طالب بقى كلمه الفساد اللي محطوطه في النص دي ما فكرش فيها. تجاوزها. انا مش حاططها كده. كان في جزء متعلق بيها فتجد الطالب دي بقى بتقدر ايه؟ نقدر نعدل الطالب بقى نعدل المراحل النهائيه بقى. هيوصل ياخد 20 من 20 فلازم انا اشوف هل فعلا قرا بعينيه ام لا. بس دي مش معناتها ان في طلبه مباشره في طلبه مباشره. ممكن مش الجزئيه بتاعت الفساد دي ان هو في ما معناه يعني ان هو كان تقريبا المواطنين دي علاقه بالفساد وان هو كان مثلا رجال السلطه بتاعت ايا كان هو بقى هو انا حبيت نقول ايه يعني حبيت نقول اما تقرا العنايه العباره بعينيه ولا جبت دي برضه بقول لك من خلال العناصر دي اكتب المقال عكستين لك الفكر
يبقى العناصر دي هتستخدمها في ايه؟ وضع خطه البحث. ممكن تضيف عليها عناصر من عندك، ما فيش مشكله طالما مرتبطه بيها، وتكتب ايه؟ البحث. تكتبه باسلوبك وان شاء الله نتمنى التوفيق. دي احنا عايزين محدش يطالبنا بقى بالمشروط ولا بالمهم ولا باي حاجه خالص. ده كله قرار. ما احنا قلنا مفيش مشروع خلاص. سيادتك من حق سيادتك تغير المال، طب انت اختياري. ما تقول الانسان برضه كله قرار. ما انا مبسوط ولا دي ما بتصرف. بس انا من جامعه ثانيه. نعم؟ انا من جامعه ثانيه. والله يا اسلوب ده. انت نورتنا واهلا وسهلا بسيادتك، ولكن دي دراسات خلاص. دي ماده اختياريه. المواعيد انتوا عايزين معادي ايه؟ هو طبعا انا بعتذر النهارده اليوم عشان كان في حاجه يعني اخريه غلط معانا، بس ان شاء الله قعدنا ساعتين. عايزين تغير اليوم ولا ايه؟ لا 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 احنا كل محاضرة هنختار موضوع. الموضوع دي بيجمع بين افكار كتيرة في الكتاب. ونوضع الاعراف ونبدأ نشرح. دي اللي احنا قلنا عليه بالمعنى الصحيح. ونتمنى لكم التوفيق. الكتاب موجود كل حاجة معاك. فين هو الموضوع؟ احنا اللي بيكون بيحكوا بيحكوا دراسة طويلة. خاصة بالدراسة الطويلة. أي أسئلة؟ سؤال بس دكتور حاجة بسيطة كده. نعم. دلوقتي أنا حصلت على دبلوم عن الإنجليزية. ولا بيت خوف العام بتاع العربية دخلت خالص وانا عايز امارس سنه الدكتوراه في الجنائي. هل انا مطلوب بس لا ما تجيبش السؤال. انت خدت الدبلوم الاولى ايه؟ علوم جنائي. خلاص ماشي. دخلت خالص. دخلت خالص. لما اجي اعمل سنه الدكتوراه في الجنائي لازم اخد مواد اجماليه مقنعه. ايه ده رئيس القانون العام؟ رئيس قسم القانون العام. اذا اتفق عليك القانون العام؟ اه. 10 500 طالب. الخليج بس ده القانون بيكون عام عليه ضغط شديد قوي. ايوه بس انا سني بيكبر. انت سني شويه ما فيش بتكبر. لا ما عندي انت لسه شباب خالص. عندي سنه كام؟ تاكلك ستك كام؟ 65 سنه كام؟ في اكتر. نعم؟ عندي التزامات ثانيه اكتر يعني بس هاخد دبلومه ثانيه او والله لسه الوكيل رئيس قسم الكوميديا يقول لي بس اعتقد ينفع بسنه. اي سؤال تاني؟ نتمنى التوفيق وتكون تأخير من اليوم ان شاء الله. دي القواعد اللي احنا عايزين عليها. في المحاضره القادمه هنبدا نشرح ايه؟ اول مره. في حد عايز يغير اليوم ولا حاجه؟ موافقين على يوم الاحد الساعه 6؟ نتمنى التوفيق.